الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا امبارحنا الصوفية مثلوا مسرحية بايخة جدا، جاي حامد بابكر مع واحد أهبل برضو تاني قاعد، وجايبين معاهم واحد. طبعا دي المسرحية، حامد بابكر بيتكلم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد دخل جوه عامل فيها بيبكي. دي مسرحيه يا زول، يبكي شنو؟ في زول بيبكي بدون دموع؟ دي مسرحيه ساكت. وجايبين لهم ثلاثه انفار، لا اله الا الله، لا 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 لا، كذب ساكت. وهل في صوفي بيعرف لا اله الا الله؟ صوفيه بيقولوا غير الله بيخلق يا اخي، تقول لي لا اله الا الله؟ خلاص، زي ما قال البرعي، قال له سلم يا ولد، أخليه زول بيجود برا ده خليه، أما دخل الملعب هنا بنحاوره بيضة له إن شاء الله. طيب، زي ما قال البرعي، له سلم يا ولد القلب البيت ولد، شفت كيف؟ له سلم يا ولد القلب البيت ولد، وده كلام البرعي في كتاب ليك سلام مني. وربنا سبحانه وتعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ما في زول يقدر يغير خلق ربنا من بيت لولد، ولا ولد بيت، ولا فار لضب، ولا غيره. ده كله كلام كفر بالله سبحانه وتعالى. والناس زول جابهم الزول الأمبتاري اللي كان بيبيع حجبات هنا، ذاك اسمه جوني ولا آويت ولا غيره، عرفت كلامي؟ فده لأنه السوق بتاع الحجبات هنا الحمد لله دعوة التوحيد والدعوة السلفية، فشرت له السوق بتاعه، عرفت؟ بقى ما قالوا بقى ما يربح من لينا حمرة، الحمد لله رب العالمين. وبعدين الزول ده بيبيع حجبات، بيبيع شرك وكفر بالله. الحجاب ده انت عارف الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه شنو؟ عشان ما تمشي تلبس حجاب ساكت. عبد الله بن مسعود دخل على رضي الله عنه، دخل على زوجته زينب رضي الله عنها، فوجدها معلقة خيطا، فقال ما هذا؟ قالت خيط رقي لي فيه، كانت عيني تقذف، فكنت أتخلف إلى فلان اليهودي فرقى لي فيها. فكي ده فكي يهودي زي الجوني ده، فرقى لي فيها. عبد الله بن مسعود طوالي قطع الخيط من رقبة زوجته وجدعوا هناك، قال لقد أصبح آل بن مسعود أغنياء عن الشرك، وإني سمعت، شوف سماه شرك طوالي، سماه شرك. قال وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم لما جو 10 رجال يبايعوا على الإسلام، ده يخشوا الإسلام جديد، بايع 9 وسلم لهم بالمبايعة في يدهم، آخر واحد أبى يسلم له. قالوا ليه يا رسول الله بايعت 9 والعاشر ده أبيت تسلم في يده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه معلق تميمة، يعني لابس له حجاب. الرجل دخل يده جوا قطع الحجاب جدعه، والصحابة كانوا بيستجيبوا طوالي، ما زي الصوفية يقول العوام وعقول الناس اللي عندهم عقول ضعيفة يغشهم بالكلام ده، عرفت كلامي؟ زي الجوني ده وغيره وحامد بابكر وغيره. صحابة ما كانوا كده طوالي، لما الرسول قال ده معلق حجاب لابس له تميمة، دخل يده وقطعه وفناه. شو الناس المؤمنين كيف يا جماعة، ما كان عندهم لعب ولا بيتوكلوا إلا على الله سبحانه وتعالى. ربنا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لكن الزول اللي بيتوكل على الحجاب ده ابدا ما مؤمن، اذا اعتقد انه الحجاب ده بينفع او بيضر ده كافر ومشرك. مين اللي قال؟ الرجل طوالي قطعه وجدعه، الرسول قال شنو؟ قال من علق تميمة فقد اشرك، من علق تميمة فقد اشرك، مشرك الزول اللي بيسلي حجاب ويعتقد انه الحجاب ينفع ويضر. فالجوني ده لانه لقى السوق بتاعه انتهى الحمد لله، والشرك بتاعه انتهى. شوف أي بلد فيها دعوة سلفية قوية ودعوة واضحة ما
ما زي دعوة أنصار سنة والناس الميعوا الدين وباعوا بالسياسة وباعوا بالمقاعد وباعوا بالفلوس والمليارات. أي بلد فيه دعوة سلفية واضحة للتوحيد لا تقوم للشرك قائمة فيه أبدا. عرفتها؟ وأكبر دليل إنه صوفيا امبارح لقطوا من حبوبتهم الكبيرة العجوز الشمطاء حامد بابكر جابوه هنا. من حامد بابكر ده قاعد من سندو، تعرف سندو؟ بنفس الشكل بتاعه ده، تقول ما قرش نفس الشكل ده قاعد، جابوه هنا يكذب، قال يقول له كمان كلمتين انجليزي. عندنا اخونا ابو بكر هنا استاذ في اللغه الانجليزيه، عندنا اخونا عبد الباقي في اللغه الصينيه، اي لغه دايره بنديك لها، لكن ده ما محله. نحن هنا الناس دايرين قران ودايرين سنه النبي عليه الصلاه والسلام، شفت كيف؟ فجاء امبارح حامد بابكر يمثل تمثيليه يدخل له كلمتين بالانجليزي وكلمتين بشنو وكلمتين بشنو، ومعاه جماعه عصابه بيضحكوا له وبيكركوا له ويكبروا له ويهللوا له. ده اكبر دليل على انه الدعوه دي نجحت في المحل ده. لانه لو ما كان نجحت، لو ما كان نجحت ما بيجوا هنا عشان يحاربوها. قال له كلام كفر وكذب كثير. واحد نمره واحد قال ابليس هو شيخ الوهابيه. ده امبارح هنا سجلناه وموجود مسجل وكتبناه، وانا كنت قاعد جوا هنا بسجل بكتب، شفت كيف؟ فكتبنا الكلام كله. قال ابليس شيخ الوهابيه ليه؟ قال لانه الله قال لابليس اسجد لادم. قال فابليس قال انا ما بسجد، خليك معايا خليك الله، قال انا ما بسجد لادم لانه انا زول موحد ما بسجد لغير الله. قال فبالتالي ابليس شيخ الوهابيه. وينو ابليس قال انا موحد ما بسجد لغير الله؟ لاقاك في القران؟ لاقاك في القران؟ ابليس ما قال انا موحد، ابليس قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فابليس لما ابى يسجد لامر الله، لانه ربنا الامر يسجد، فكونه يمتثل لامر الله ده التوحيد. فابليس ابى التوحيد وابى يمتثل امر الله عز وجل، وما قال انا موحد، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ده الرد على الشبهه دي. ده واحد. جاب شبهه ثانيه في علم الغيب، قال الا من ارتضى من رسول. الاخوان جاوبوا، انا ازيد جواب لزياده الفائده ان شاء الله. هي الايه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. الصوفيه بيمسكوا بالايه دي يقول لك شيوخنا البرعي والكباشي وصايم ديمه والروكيني بتاع الكلاك للضال المبتدع. عرفت كلامي؟ يعني اصلا بنخاف، اي اصلا بنخاف. وهو يجيك صوفي يقول له والله الليله موت، انت بتعرف الموت؟ تعال نوريك الموت. يا صوفي تعرف الموت انت؟ انت ما بتعرف الموت يا شيخنا، موت ده بيعرفوه الموحدين. ذول موحد يعرف لا اله الا الله، ما لابس له حجاب، ما معلق له تميمه، ما معلق قلبه بالبرعي ولا بالكباشي، معلق قلبه برب السماوات والارض. ده هو ما بيخاف من الموت. عشان كده زمان خالد بن الوليد لما جاء واحد من الروم في معركة اليرموك قال له انتوا الحاصل عليكم شنو؟ قال له نحن بنحب الموت وحريصين على الموت أكثر من حبكم على الدنيا، وجينا قال له من هناك عرب ومسلمين عشان نمص دماءكم انتم الكفار. طوالي ذاك ذاك هرب طوالي. عرفت كلامي انت؟ ده شغل الموحدين. ذول يا اخي عقيدته ما في الله، ذول عقيدته في حجاب مجلد بجل التيس. جاي تخوفنا نحن يا بليد يا صوفي يا بليد؟ تخوفنا نحن؟ تخوف منو انت؟ تخوف منو؟ انت خايف من 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 دلقان، دلقان معلق في قبر الشيخ بيعمل كده، مشرط معلق بخوف الحله كلها، يرقص الحله كلها، تجي تقول لي والله نموت، والله انت اخر زول تموت في سبيل الله، اخر زول. اخر زول، عرفت كلامي؟ يا صوفي، والمعطل البلد دي غير الصوفية منو؟ المعطل البلد دي بلد عندها 2 نيل بدل واحد. شاق السودان ده مش بالعرض، شاقيه بالطول ذاته. بالطول، بترول، ذهب، بهايم، الناس جعانين ليه؟ لأنه الصوفية ده نشروا الشرك في البلاد، لأنه ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الآية دي قال: إلا من ارتضى من رسول عالم الغيب فلا يظهر، خليك معي عليك الله، البرة ده خليه، نحن الملعب عندنا جوا.
الميدان عندنا جوا الحلبة جوا ما برا، خلاص. ربنا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قالوا ده دليل على أنه البرع بيعلم الغيب والمكاشفي وغيره بيعلم الغيب. الله قال إلا من ارتضى من رسول. هل البرع رسول؟ هل حامد بابكر رسول؟ يا صوفيا كذاب. الله قال رسول، ما قال برعي ولا قال كباشي ولا قال مكاشفي ولا قال صاهم ديما، الرسول. والرسول ده ذاته المذكور في الآية ده جنس الرسول، يعني كل الرسل يعني. ربنا يطلعهم على شيء كان غيب عليهم، بعد ما يصير لهم هذا الغيب ما بيسمى بعد علم غيب. عشان كده ربنا قال فلا شنو يظهروا، يبقى بعد بقى علم ظاهر ما بقى علم غيب، لأنه علم الغيب العلماء قالوا هو ما غاب عن الإنسان، لكن ما ظهر للإنسان بيسموه بعد علم شهادة. فلما ربنا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، الله سمى غيب قبل ما يظهر لهم، بعد ما يظهر لهم ما بيسمى غيب، بيسمى علم شهادة. بدليل أي رسول علم قومه ما علمه الله عز وجل من الغيب اللي هو الجنة، من الغيب اللي هو زي عذاب القبر ونعيم القبر، من الغيب اللي هو زي علامات الساعة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، وإني أحدثكم عنه حديثا ما حدثه نبي قط قومه، رواه البخاري بالصحيح. ده كان غيب على الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أظهر له والرسول أدان له ولا ما أدان له؟ أدان له. إذن تاني ويسمى علم غيب. وكون ربنا عز وجل علموا للرسول والرسول ما كان عارفه، ده أعظم دليل إنه على إنه حتى الرسول ما يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب الرسول لما احتاج الرسول أن يعلمه الله ما غاب عنه، لعلمه. كان الرسول يعلم بدون ما ربنا يعلمه له. كون ربنا علمه معناته ما كان يعرف. عرفتوا الكلام ده يا جماعة؟ فده دليل على إنه ما بزول يعلم الغيب أبدا، لأنه ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عائشة رضي الله عنها لما العقد بتاعها راح في قصة الإف، والعقد ده كان تحت الدابة، الرسول صلى الله عليه وسلم يفتش فيه والصحابة يفتشوا ما لقوا كله إلا الدابة قامت لقوا تحت، صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. الغيب ده عنده خمسة مفاتيح، الخمسة مفاتيح عند الله. البرعي ما عنده حاجة، تزعل يا صوفي تطق، عرفت كلامي؟ البرعي ما عنده حاجة مع ربنا أبدا. أفهم الكلام ده كويس؟ عرفت كلامي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بالله، شوفوا الدعوة دي كيف، نحن بندعوك لله، نقول لك البيع لما الغيب الله، يتوكل على الله، البيع يحفظك الله، البرزقك الله، وديل يقول لك لا، البرع يطار وطلع شنبه وطلع تكته والمكاشف يسوى، يربطوك بالعفنين ديل، ونحن بنربطك بربنا سبحانه وتعالى. شوف يا صوفي تكورك تطق تنطط، دي دعوة ربنا. ربنا قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، جوع عينك. وربنا قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وحذيفة بن اليمان قال إن على الحق نورا، الحق عنده نور، لكن زي الصوفية المبارح دعاة الشرك ودعاة البدع ودعاة عبادة القبور، يقول له قبري معروف الكرخي الترياق المجرب، تمشي تتمردق بالقبر، ونحن دارينك تتمردق لله في السجود لرب العزة، دي دعوتنا. أما دعوة الصوفية تعصر كل عين الشيخ، اخطف يبزغ لك في راسك وتجيب مرتك للشيخ لأنه ما ابتلت، الشيخ ده شغال في الدايات مستشفى الدايات، تديها له ثلاثة يوم ولا ما يهو الحاصل؟ يهو الحاصل. والبيكوركو برا ديل ناس مصلحجية، رضيت أبيت مصلحجي، عرفت كلامي أنت؟ زمان كنا بنحارب صوفي جنب الكنيسة بتاعت بحري زي أم بتاري اللي هنا ده نفسه، بس عرفت كلامي؟ اشترى اثنين روزة من الحجبات اللي بيغوا الشباب المساكين من الطرائف، طلع له حاجة زي دي، قال لهم شفتوا الحبة دي؟ طلع له حاجة كده في كيس بتاع ايس كريم، ايس كريم الدردوم زمان ذاك، قال لهم دي
واحد مشى ألمانيا قال عنده حصوة أبغى تطلع، قال جاني قرشة كرك، قال وقعت بيتحت. ها والله العظيم قال لهم بعدين ده لو جلدته لبسته، قال كان الله ما أداك عمرتين زي ده، تعال قابلني بكم؟ قال ب25، لكن عشان انتوا حلوين بتحبوا النبي قال زيدوا صلاة، قال ب10 جنيه. يديك عمرتين، الشيخ محتاج ل10 جنيه والشيخ يديك عمرتين ب10 مليار. يا ناس ده كلام بيخش المخ؟ ده كلام بيخش المخ؟ عشان كده بيجوطوا النفرين ولا النفر واحد بيجوط، لأنه دي شغلة بتاعت مصلحة. والله الذي لا إله غيره، أي محل فيه صوفية بيضللوا الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبينشروا لهم البدع والشرك وعبادة الشيوخ والقبور، نحن وراهم 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 ننظف الشغل ده بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أي محل، عرفت كلامي؟ أحمد داود سافرنا له من هنا لجلقني، قال داير مناظرة دين منها جلقني، مشينا لحد هناك جرى وقال عنده حصبة، شلنا له 2 درب، 2 درب نطعنا له في أي اتجاه عشان يبقى نصيح، عشان يبقى راجل يجي ناظر. عرفت كلامي؟ عرفت كلامي انت ولا ما عرفته؟ حماده شيخ الحمامات انجغم في سوق 6 من الحمامات، حضروا في امريكا بفضل الله عز وجل. كده خش يا شباب، خش فضل. جزاكم الله خير. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.